عيدكم مبارك مني ومن كل فريق عمل ذا انسايدر بالعربي. نتمنى للجميع كل الخير والفرح والسعادة. ومثل كل عام فرحة العيد زينتها أعمال النجوم، فكثير من نجوم الغناء عايدوا جمهورهم من خلال أغنية جديدة، أما نجوم التمثيل فاختاروا صالات السينما للاحتفال بالعيد مع محبينهم، وهذا اللي حصل في دبي. فأبطال فيلم كيرة والجن أمس حبوا يعيشون أجواء العيد مع جمهورهم في الإمارات بعرض خاص نحن رافقناهم فيه، والأجواء بتابعونها في تراكينج ستوري نمبر 1. عز اهلا وسهلا فيك بدبي. يا اهلا بيك. اخر مره التقينا 2017 كنت جاي وعامل نجاح كتير كبير بالخليه، واليوم راجع وبنجاح اكبر كمان كيرة والجن. انت عارف انا بعمل كده من ايام ملاك اسكندريه، باجي بعمل افتتاحات من سنه 2005، وبسعد جدا لما باجي هنا لان الجمهور هنا ذواقه بيحب الافلام. وسعاده عز ما تقل ابدا عن سعاده كريم عبد العزيز. فرحان وفخور، واكيد سعاده جباره لما يبقى بتقدم فيلم كبير، بتقدم فيلم تعبنا فيه، بتقدم فيلم ما عملناهوش بارواحنا، عملناه بدمنا، وفاجأ بالشعب الإماراتي طاير بالفيلم. أكيد لما بتلاقي فيلمك برا بلدك بيستقبل بهذه الحماسة وهذا الحب، أنا ما سبتش قرار. أكيد هذا الشيء شعرت فيه من أول ما وصل لك النص، أو من أول ما يمكن عرضت عليك الفكرة، حسيت أنه واصل لهذا الشيء اللي عم تشوفه هلأ؟ حسيت أنه فيلم كبير وجديد ومهم، وفرحت أنك بتقدم تاريخ الأجيال الجديدة ما تعرفوش. أنا عندي أولاد، عندي ملك وعندي علي، عايزهم يعرفوا يتفرجوا على سينما، يتفرجوا على أفلام. أما أحمد عز فرؤيته للفيلم ومشاركته فيه كان لسبب آخر. أنا قريت الكتاب قبل ما يتحول لفيلم، ولما تحول لفيلم من وقت الكتابة لما اشتغلنا على السيناريو، أنا فاكر أول قعدة كان مراد ومروان وكريم وأنا، لما قرينا الفيلم كان يعني كل الأدوار حلوة، كل الشخصيات حلوة، فكنا متحمسين جدا إن احنا نجتمع مع بعض وكمان نعمل حاجة تبقى مختلفة. خلي بالك الفيلم مش بس فيلم للتسلية أو فيلم للإيرادات، لأنه الفيلم أنت عارف هو فيلم 3 ساعات، صح. إنك إزاي توصل إن السينما المصرية لا تقدر تروح أبعد من كده كمان، وده اللي كان محمسنا كلنا. ولكريم رأي بهالموضوع. السينما مش ترفيه فقط، سينما ترفيه وتشكيل وتأثير، سلاح مهم جدا. اليوم انتو هذا الفيلم هالقد بيقدم رساله وهالقد عم بيؤرخ مرحله مهمه، والمنافسين تبعكم اكثر مقدمين افلام يمكن تسليه وترفيه، ولكن قدرتوا انكم لهلا تتصدروا. كل التقدير والاحترام لزمايلنا تامر ومحمد، افلامهم كبيره جدا، افلامهم مهمه جدا. خلاص رح تحضر افلام زملائك؟ طبعا طبعا. تامر حسني حبيبي جدا، صاحبي. محمد امام حبيبي واخويا الصغير. رامي صاحبي الانتيم، اخوك كبير. في الاخر انت فن مصري. كيرة والجن ممكن يبقى متصدر بحكم ضخامة الفيلم، أهمية العمل. ما تنسى الناس صلى منتظرته 3 سنين كمان عم تسمع فيه وعم بتشوف كواليس. أنا مضيت الفيلم 42 سنة، خلصت 46 فيعني مش هقولك حلو، بس يعني تعبنا. والتعب استقبل الجمهور بترحيب كبير، وكثير وصفوا الفيلم بالملحمة. هو ملحمي تاريخي سياسي وطني إنساني رومانسي. أستاذ مروان حامد مخرج كبير جدا جدا، وأنا قلتها قبل كده في لزرة واحد وهقولها للمرة الثانية في حياتي، هو مخرج عبقري، ومخرج بيحب الصناعة إلى أبعد الحدود. هند صبري بإنسايدر قالت إنه قليل تيجي فيلم يعمل مايلستونز بالسينما وصناعة السينما العربية. كيرة والجن من الأفلام دي اللي هي في الآخر بتفضل كمايلستونز في تاريخ الصناعة العربية. هند نجمة كبيرة قوي قوي قوي، وهند صديقة وأخت وزميلة، والشغل معاها متعة من أمتع المتعة في الحياة، لسبب تتعامل مع فكر، فبيبقى بالنسبة لك أنت كمان ممتع أنك تتعامل مع نجمة على دراية سياسية كبيرة جدا ودراية اجتماعية. ولعز رأي باللي قالته هند. يعني أنا بشوف الممر من الأفلام دي، بشوف الفيل الأزرق من الأفلام دي. اللي أنا بشوفه دايما أن السينما لازم تحافظ على ده، لازم، لأن الجمهور دلوقتي بقى بيتفرج على الأفلام الأجنبي كتير، صح. وشايف التقنية بتعمل إزاي، وشايف طريقة التصوير بتعمل إزاي، مش هيقبل أبدا أن أنت تديله حاجة دون المستوى. بسبب كيرة والجن اتطلب وقت طويل بسبب عدة ظروف تصور على فترات متباعدة امتدت على مدى 3 سنوات. لشو أكثر شيء كنت مشتاق بالشخصية؟ تقول يعني يا ريت نرجع على التصوير لأنه مشتاق أعمل هيدا الشيء بالشخصية أو ألبس هيدا الشيء من الشخصية. تكنيك كيرة في وطنيته. النقطة الثانية في كيرة، هو صعب عليك لأنه قتل في تركيا ودفن في تركيا، فبقى أنا عندي سؤال من كريم الفيلم ده من 120 سنة، صح. يعني أقل شيء لبطل عظيم هكذا
انه يدفن في تراب بلده، يرجع على بلده، بس اهم حاجه يعني نعرف له مكان نروح يعني. اما عز فعند مشاعر اخرى لشخصيه الجن اللي قدمها. انا حبيت شخصيه الجن قوي. كان يزعجك شكل الموضوع انه انتوا عم بتوقفوا، انك انت طلعت من الشخصيه وعبالك ترجع تلبسها؟ طبعا طبعا، لان انت لازم، انت وانت بتتفرج انت لازم ما تحسش ان هو في فرق. صح. انا في مشاهد عاملها في الفيلم ده رمضان اللي فات. رمضان اللي فات ده على طول. ده شو اكتر شيء كنت تشتاق بالشخصيه؟ الشخصيه كلها على بعضها، وان لما تعرض هي مش ماشيه بمنحنى بخط واحد. صح. لا، هي من واحد مش همه غير نفسه. مظبوط. لواحد بقى في المقاومه مش همه حياته. فهي التضاد ده حلو جدا لاي شخصيه دراميه. احمد، اذا بدي اعمل هيك تراتبيه من 1 لـ5، اي مرتبه بتعطي هذه الشخصيه من حيث الصعوبه؟ مفيش شخصيه بتتعمل بتبقى سهله. أكيد. لو انت شخصيه دخلت تعملها وسهله يعني ما تعملش الفيلم ده. صح. هو بس في شخصيات بيتطلبوا يمكن شغل اكتر. تحدي الممثل بيبقى صعب قوي. لذلك كريم ما تردد يخبرنا عن اصعب شخصيه قدمها بمسيرته الفنيه. ذكرونس في قلبي، احمد عبد الحكيم، والاثنين حبوا وطن وحبوا علم. طب هذا العمل بتعتبره تيرنينج بوينت بمسيرتك؟ يعني طبعاً. بعد هذا العمل رح يكون صعب؟ شو رح اختار فيه جديد؟ طبعا 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 طبعا، لانه الاصعب والاكبر. وهالحالة يعاني منها ايضا عز. المشكله في العمل ده ان اللي جاي بعده. صح. اللي بعده ايه؟ هنا بتيجي المشكله. بلش ينعرض عليك شيء؟ عندي سيناريوهات بس لسه الاختيار اروح اعمل ايه بعد ده. انجليزي ايه بالشنبات اللي في خلاقك دي؟ هذه كانت الاجواء في دبي.